تولي مصر أهمية كبيرة لقضية التغيرات المناخية، خاصة بعد دورها في استضافة وإنجاح قمة COP27 بمدينة شرم الشيخ، ومن خلال تحركاتها المكثفة على الصعيدين الإقليمي والدولي، سعت مصر تطالب في كل المحافل لمواجهة التغير المناخي ومساعدة الدول النامية على التكيف مع تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. وجاء التحرك المصري المطالب بحقوق الدول النامية وخاصة الإفريقية من الدول الغنية والمتقدمة بالتزامن مع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها على الصعيد الوطني لمواجهة التغيرات المناخية خلال السنوات الماضية. وكان على رأسها إصدار السندات الخضراء التي ارتبطت بالمشروعات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية، سواء في التخفيف أو التكييف، ودمج الدولة للبعد البيئي في كافة المجالات، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تهدف إلى التصدي لآثار تغير المناخ. وأبدت مصر دائما الالتزام والجدية تجاه مكافحة تغير المناخ من خلال الموافقة والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس، وتقديم التقارير والإبلاغات الدورية المطلوبة في إطارها. ومن منطلق دورها الإقليمي، دابت مصر التأكيد على أن قارة أفريقيا هي الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، مطالبة بزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وتخفيف الانبعاثات الكربونية الضارة لمواجهة التحديات المناخية في دول القارة السمراء. وتوجت جهود رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ بالتوصل إلى هدف طال انتظاره سنوات طويلة، وهو إنشاء صندوق الأضرار والخسائر لتعويض الدول الفقيرة خاصة الإفريقية عن الخسائر التي تسببت فيها الصدمات والكوارث البيئية. ونجحت مصر في تعبئة الالتزامات التمويلية الرئيسية، ومنها 150 مليون دولار لتفعيل مبادرة أفريقيا للتكيف التي طرحتها مصر في المؤتمر، و25 مليار دولار من الولايات المتحدة، و1.5 مليار دولار سنويا من ألمانيا لدعم مشروعات الحلول من الطبيعة، إضافة إلى 10 مليارات دولار لمشروعات ربط الطاقة والغذاء والمياه لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية للمناخ وتقديم صورة عملية لفرص ومناخ الاستثمار في مصر وفتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعي الكربوني.